أهلا وسهلا فيكم متابعي موقع المرأة العربية. هي نحن هلأ بشهر رمضان الكريم، في من العادات السيئة والخاطئة اللي أغلب العالم بيعملوها هي حذف وجبة السحور، إما بسبب النعاس والكسل أو بسبب خسارة الوزن أو بسبب عدم الرغبة في تناول الطعام أو عدم الشعور بالجوع. وجبة السحور مهمة جدا لتعطينا الطاقة، لتزودنا بالفيتامينات والمعادن اللي بيحتاجها جسمنا لتحمينا وتساعدنا على ضبط السكر والكوليسترول الدم، لتحمينا من الشعور بالجوع خلال النهار، لتحمينا من الإصابة بالصداع والتجفاف خلال النهار. لكن كتير مهم أنه ننتبه لنوعية الأكل وتجنب تناول الوجبات السريعة على وجبة السحور، تجنب تناول المنبهات على وجبة السحور، تجنب تناول الأكلات المالحة على وجبة السحور، الأطعمة المقلية. خلينا نأكل وجبة السحور نعتبرها مثل وجبة الفطور الصباحية، يعني مكوناتها لازم تحتوي على خبز حبوب كاملة، على فول أو حمص أو بيض مع جبنة أو لبنة وشوية خضرة وثمرات فاكهة. Thank you.